عبارات صاحب المختصر فهما جيد. لا أريد أن أطيل كثيرا، وإنما أقول لكم أنني حدثتكم عن القرافي، وهذا واحد من الفقهاء الكبار المالكية، وهو أيضا كان له هذا الاهتمام، ووضع كتابا في الفقه كبيرا، وأذكره للطلاب لأن هذا الكتاب ممتع. حينما تقرؤون كتاب الذخيرة للقرافي ستجدون أنك تقرؤون كتابا ممتعا، وأول عبارة سهلة وفيه تفصيلات. وأنا أظن أن في كثير من القضايا التي الآن تطرح في نوازل بيئية أو نوازل مجتمعية، كثير ما نجد فيها جوابا في كتاب القرافي، لأنه كتاب كبير في الفقه وليست عبارته مكتنزة، ولا هو مهم جدا. فحينما وضع هذا القرافي كتابه رأى أن من الضروري أن يمهد له بكتاب، فوضع كتاب الذخيرة، ووضع كتاب هذا كتاب الذخيرة في الفقه في مجلدات، المجلد الأول، ولكنه أيضا تحقيق هنا في محمد حجي رحمه الله، ووضع له هذا الكتاب الذي هو التنقيح، كتاب تنقيح الأصول. وهذا الكتاب كتاب تنقيح الأصول هذا هو نفسه شرح من قبل بعض العلماء، وكان ممن اشتغل عليه أحد علماء المغرب الشوشاوي، ووضع هذا الكتاب في 4 مجلدات. إذن باش تفوت لهذا خصك تفوت في هذا، باش تقرا هذا خصك تكون قرات هذا، وما تمشي تقرا هذا في التالي وتجي تقلب تقول لهم لا يبدو لي هذا، ما ليس المسألة. هذا هو المنهج الذي هو أقول لكم الاهتمام بالمقدمات حتى لا